انتهت المهلة دون أن تبدي الحكومة أي تجاوب مع الهيئة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال بشأن تحسين سياستها المالية منذ إدراج اليمن في يونيو من العام الماضي في القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال. الهيئة أبقت اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال للعام الثاني على التوالي، وذلك جراء السياسات المالية الخاطئة وتدني مستوى التزامها بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم تحرز حكومة الوفاق أي تقدم في تنفيذ خطة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وتحسين أداء القطاع المالي لليمن ومعالجة أوجه القصور الحاصل والمتزامن مع القصور الشديد في الجهود الاستراتيجية للحكومة. ويهدف إصلاح القطاع المالي إلى إلزام المؤسسات المالية بإعداد تقارير عن المعاملات المشبوهة وضمان وجود وحدة للمعلومات المالية. جرائم مالية كثيرة، منها ما هو قيد التحقيق وأخرى تتضمن عمليات نصب واحتيال، يليها السرقة والرشوة والاختلاس والسطو على المال العام والإتجار غير المشروع في المخدرات. إلا أن الأدوات المستخدمة في غسل الأموال سجلت منذ اندلاع الأزمة السياسية مطلع العام 2011 نسبة ارتفاع بلغت 10% قياسا بعام 2010، وينتشر التعامل بالنقدية السائلة، تليها الشيكات ب20%، يليها العقارات والسيارات وبطاقات الدفع والائتمان والاعتمادات المستندية والحسابات المصرفية والمجوهرات والأحجار الكريمة.